فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الدم يعتبر كالخارج من السبيلين؟ هل الدم يعتبر كالخارج من السبيلين؟ يعني خروج الدم من الإنسان ينقض الوضوء مثل ما يخرج من السبيلين؟ نعم، جماعة من أهل العلم يرون هذا، أن الخارج الفاحش الكثير النجس من البدن مثل الخارج من السبيلين، مثل القيء، مثل الدم الفاحش الخارج من النجس، الفاحش النجس الخارج من البدن ينقض الوضوء ولو لم يكن من السبيلين. نعم.